كله نوين ربك، كله نوين، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فهمت؟ وهذا العطاء مش كيف كيف، ويعطي عشر واحد، يعطي سبعين واحد، يعطي ألف واحد، يعطيها كل شيء كون فيكون. فهمت؟ هذا العطاء. فالعطاء يقع فيه المدد، من العطاء يقع المدد. المدد هو هذا بالأحسن. أهل الله كبار وما يوصلوا الطلب ما يطلبوش، يتمنى الأمر يكون الله إذا ما يهتم بالشيء يكون هذا هو المدد. بس ولا أطلب باش يعطيك، أفعني أطعني، أجعلك عبد رباني تقول شيء كفء يكون فيه. فلهذا الإنسان عندما يذكر الذكر يقول لك الذكر بلا فكرة كديس بلا روح، تذكر بلا فكرة عندك الثواب عندك الأجر حسنا تعب تعب. الفكر والحضور، ها والحضور، الحضور مع الله سبحانه وتعالى. كل سيدنا يقول لك حضور حضور، يقول لك ولزم حضور بقلبين، ولزم بقلبين إذا ذكر سأل الله. لزم الحضور هذا السر تاع الذكر، الحضور هنا اللي يقول انت عبد الله كانك فعلا انت عبد الله انت عبد الله كانك اسم الحضور معك معه هو معكم تذكر معه ولا تخف سوء حجبين ما تذكر الله ما تذكر الله ما تخاف ما تكاش هذا زيادة هذا مسح لك الابواب ولا تخف سوء حجبين ما تذكر الله ولكن شر ولزم حضور بقلبي هذا الشر الحضور، الحضور هو اللي يشدك، الذكر عبد الله مضفة، لا لا، ذكر ما هو في اللغة العربية، وعبد الله مضفة، إذا تذكره وأنت غافل